السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من برشيد. بالضبط معنا واحد الشخص أربع عيني بالمدينة ديال برشيد اللي سرقات ليه السيارة ديالو من نوع 309 في ظروف غامضة. الآن يعني تم اعتقال بعض الأشخاص ولكن السيارة ديالو ما زالت يعني مفقودة، وكيطالب باسترجاع السيارة ديالو والقضاء ينصفو غادي يتكلمنا على الوقائع وشنو وقع. تفضل اخويا عاود تكلمنا شنو وقع. السلام عليكم، اولا اشكر شيف تي في على المعلومات اللي كتساعد بها المواطنين، شكرا لهم. ثانيا كنشكر الامن الوطني ديال مدينه برشيد، خاصه السيد العميد الحسني، وشكرا شفتي في مره اخرى من هذه المره. مرحبا خويا. بغيناك تحكي لنا خويا كيفاش تلقيتي الخبر ديال السرقه ديال السياره ديالك بالضبط، واش من وقت؟ يوم 18 في هذا الشهر 12. نعم. كان في الصباح كنلقى السياره ديالي ما كايناش، توجهت للامن الوطني البي جي ديال برشيد ودرت ديكلاراسيون، المهم استقبلوني مزيان، داروا معايا في برشيد، قلبوا معايا، المهم داروا المجهود ديالهم، الامن الوطني ديال برشيد داروا المجهود ديالهم، كنشكرهم من هذا المنبر. والسؤال ديالي الحاجه اللي موجهه انا دابا للامن الوطني ولا هذا، لان سمعت شدوا بالفعل اخويا، يعني تم اعتقال توقيف اربعه ديال المشتبه فيهم ما بين يعني 18 سنه و 25 سنه، وتم يعني التوقيف بالحوزه ديالهم ووثائق ديال السيارات ومفاتيح ومجموعه من الامور. واش السياره ديالك من ضمن هاد المسروقات اللي تم التوقيف ديالها؟ نعم. واحد من المعتقلين اعترف بان السياره ديالي من نوع 309 وباعها ب 4500 درهم. باع ب 4500 درهم. وتم التعرف على الشخص اللي باعها لي. هذا هو الطلب ديالي انا، اللي باغي نطلب من الناس المسؤولين هما يوقفوا هذاك، هو المجرم الخطير، هو اللي كيساعدهم وكيشري من عندهم، هذاك هو راس الحربه، هو اللي نطالب من الناس المسؤولين يعتقلوه اقرب وقت وباش يردوا لي السياره ديالي، لان السياره ديالي انا محتاج بها، انا عندي 6 نفوس بهذيك السياره باش كنوكلهم. انا دابا شهرين وانا غير جالس ما كنخدم ما والو، هي باش كنمشي نقلب على السلعه وباش كنحاول. يعني السياره كتستعملها في السلعه ديالك، كتستعملها في التجاره ديالك، في الشراء السلع اللي كنخدم بها، هي باش كنقلب بها. يعني تم الاعتقال ديال هاد الناس، ولكن السيد اللي شرى من عندهم السياره ديالك اللي كتقدر ب 4500 درهم حسب الاعترافات ديال هاد الشخص اللي سرق. نعم. وما تمش يعني الاعتقال ديال اللي كيشري السرقه، هذاك هو راس الحربه، هو اللي خصو يتعتقل. وانا كنطالب الناس المسؤولين من الامن الوطني يعتقلوه في اقرب وقت، لان راه شرد عائله. كيفاش اخويا يعني كيفاش تلقيتي الخبر ديال السرقه ديال السياره ديالك؟ شكون خبرك؟ والسياره كانت مركونه عند العساس ولا عند؟ مركونه عند الباب ديال السكن ديالي. الباب ديال السكن ديالي. نط الصباح ما لقيتهاش، نط مع 6 ونص الصباح ما لقيتهاش. حول ولا قوه الا بالله. كيفاش يعني نزلتي جبرتي السياره ديالك ما كاينش؟ كيف ما خرجت مع الباب حاطها عند الباب، كيف ما خرجت وعندي تسجيل ديال الكاميرا، راه عطيته للشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه تسجيل ديال الكاميرا بانه هو هذاك السارق اللي سرق السياره، جا مع الوحده وثلاثه دقائق وبقى كيمشي ويجي، وكل مره كيدير فيها حاجه حتى الوحده و 18 دقيقه عاد ديمار عليا وداها بتسجيل ديال الكاميرا. هو كلشي عند الامن الوطني. ودابا الاخ يعني شنو الرساله ديالك اللي كتوجه للمغاربه من خلال هذا المنبر ديال قناه شوف تي في؟ شنو كتوجه للمغاربه وشنو الرساله ديالك اللي كتوجه للمسؤولين؟ الرساله ديالي اللي كنوجهها للمسؤولين هو يلقاو القبض على هذا المجرم الخطير اللي كيشري المسروقات. دابا تم الإلقاء القبض على السارق.
ولكن السيد اللي كيف ما كنقولوا الخارجي يعني اللي كي اللي كيشري هذه السيارات اللي كيشري السرقه هو راس الحربه. هذاك هو اللي كيخصو يتعتقل في اقرب وقت وخصو يتقلب الاماكن اللي كيخدم فيها السيارات وكيفاش ربما كيفصلهم او يبيعهم مجموعين والاكثريه كيفصلوا هذوك اللي كيشروا السرقه كيفصلوا كيتباع بياس كتلقى عندهم اماكن اللي في الباديه فين كيفصلوا السيارات وكيبيعهم بياس ديطاشي. وكنطالب بالامن وبالناس المسؤولين هما يجتهدوا من الفضل ديالهم يجتهدوا باش يحصلوا لنا على السيارات ديالنا. دابا انت كطالب اخويا يعني تم الاعتقال ديال السارق، ولكن كطالب بهذا السيد اللي شجع هذا السارق بانه يبيع، يعني كيف يعقل انه واش 309 كدير زباله ديال الفلوس تباع ب 4500 درهم؟ 4500 درهم. ثاني مره غادي نشكر الناس ديال الامن الوطني ديال مدينه برشيد لانهم داروا مجهود كبير. العناصر ديال الشرطه القضائيه ديال مدينه برشيد. نعم، العناصر ديال الشرطه القضائيه ديال مدينه برشيد راه داروا مجهود جبار، زعما مجهود تبارك الله يشكروا عليه. ومن هذا المنبر مرة أخرى نشكر السيد عميد الشرطة القضائية اللي هو الحسني، مشكور من هذا المنبر لأن دار مجهود وتبارك الله. يعني خرجوا في حملات تنشيطية وقاموا بتحريات ومجموعة من الأمور وقالوا لنا راه إن شاء الله وعدونا وعد قاطع، قال لنا هاد المجرمين اللي كيسرقوا راه يعني غيتم التوقيف ديالهم وبالفعل كان داكشي قول وفعل. وكنشكرهم مرة أخرى من هذا المنبر. والطلب ديالي انا راه هو الطلب ديالي يعني توقيف موجه مباشره الناس ديال الامن الوطني بالمغرب كله بان يوقفوا هذا السيد اللي كيشري السرقه. راه هو رئيس الحربه ديال هذه المساله، هو اللي كيزعم هذه السرقه يسرقوا وكيبيعوا ليه، يعني كل ما كانش لمن غيبيعوا ما عمرهم غيسرقوا. فعلا لمن غيبيعها فعلا اخويا فعلا. بغينا نعرفوا غير السياره ديالك اش من لون؟ اللون الدرهم. اللون ديال الدرهم 309 الماتريكيل ديالها شحال؟ الماتريكيل ديالها هو 66 70 الف 10. عاود لي اخويا الماتريكيل ديالها. 66 70 الف 10 309 لون الدرهم. لون الدرهم. هي السياره. كنشكرك اخويا، كنشكرك. بقى معنا خويا كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من المدينه ديال برشيد اللي كانت يعني واحد الصرخه ديال هذا المواطن الأربعيني اللي تسرقات ليه السياره ديالو، يعني تسرقات ليه السياره ديالو في واحد ظروف غامضه من قدام باب الدار ديالو. وجه الرساله ديالو للمسؤولين عن الامن، كيطالب بالاعتقال ديال هذا السيد اللي كيشجع هاد السارقين ديال السيارات، لانه السياره ديالو تباعت بواحد المبلغ زهيد 4500 درهم. اعطانا الاوصاف ديال السياره اللي هي سياره 309 الماتريكيل ديالها، غادي يقولوا لنا يعني الماتريكيل ديالها. تفضل اخويا. شكرا مرة أخرى للناس ديال شيف تي في لأنهم كيوصلوا المعلومة الحمد لله في المغرب كله. اليوم شيف تي في اللي هي معروفة في المغرب الحمد لله بالصرامة ديالها وبالشهادة ديالها. شكرا مرة أخرى للجميع الطاقم التقني ديالها والرئاسة ديالها وكل شيء. نيميرو الماتريكيل، رقم الماتريكيل 309 لون ديال الدرهم الماتريكيل ديالها. بالنسبة للماتريكيل والنوع ديال السيارة، الماتريكيل هو 66 70 الف 10 309 لون الدرهم. هي السيارة اللي مشات ليا. شكرا لك اخويا، الله ييسر الأمور اخويا. وكنتمناو أن يعني
تحصل على السيارة ديالك وتسترجعها في أقرب وقت. كنشكركم على التواصل والتفاعل، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.